بسم الله الرحمن الرحيم. تعتبر منظومة سدة الكوت جزء مهم وحيوي من منظومات السيطرة على نهر دجلة، والتي تتبع إلى الهيئة العامة للسدود والخزانات، حيث تستمر كوادر إدارة المشروع بأعمال التشغيل والسيطرة لغرض توزيع الآمن للمياه وحسب توجيهات وزارة الموارد المائية وبإشراف مباشر وميداني من قبل السيد معالي وزير الموارد المائية لغرض تصريف الكميات بصورة آمنة ما بين محافظات واسط وميسان وذيقار. فالكميات التي ترد أو تطلق من مؤخر سدة سامراء مرورا بمحافظة بغداد، وأيضا كميات نهر ديالة والتي تدخل إلى محافظة واسط وتتجمع أمام مقدم سدة الكوت، يتم تصريفها بطريقة آمنة ما بين ما مطلق من مؤخر ناظم صدر الغراف ومؤخر سدة الكوت. ونطمئن أبناء محافظتنا والمحافظات الأخرى بأن سدة الكوت آمنة وبوضعها التصميمي، وتقوم بعملها على أحسن وجه من خلال ما يتم من إمراره من تصاريف باتجاه ما مطلوب من عندها وحسب توجيهات المركز الوطني لإدارة الموارد المائية. رئيس مهندسين أقدم سليم شلوب بتشاي.